السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مهندس إبراهيم عبد المحسن. وإن شاء الله الفيديو ده هو نبذة بس عن الكورس المتقدم. يعني الحمد لله اضافت محاضرة جديدة للكورس خاصة بكيفية استخراج السكشن وتكملة للجزء الخاص بكمبوزيت دروينج. إن شاء الله في الفيديو ده أنا هسيب لكم شوية مقتطفات من المحاضرة، محاضرة تقيلة جدا من العيار التقيل يعني، فيعني إن شاء الله برضو تستفادوا منها. أنا هسيب شوية مقتطفات. احب بس يعني قبل يعني ما اسيبكم مع الجزء من المحاضره، يعني اشكر زميلي مهندس محمد هدايه. الناس دي يعني الراجل ده من الناس اللي فعلا علمتني كتير. انا يعني لو انا يعني انت لو لقيتوا اي معلومه انا بقولها فالفضل يرجع لربنا ثم للراجل ده، يعني اضاف لي كتير جدا الصراحه. وان شاء الله باذن الله هسيب لكم برضو قناه مهندس محمد الفرماوي، قناة خاصة بالجزء الخاص بالكهرباء. احنا جروب ام اي بي، جروب كورسات ام اي بي او ميكانيكا ميب. فميب يعني ام اي بي، في لازم يكون في الكتريكال. فان شاء الله برضو في ناس تبقى محتاجة تتعلم حاجات في الكهرباء، اساسيات الكهرباء، شغل المكتب الفني عموما. المهندس محمد الفرماوي بامانة منزل سلسلة ممتازة جدا جدا جدا، وهو يعني صديقي وزميلي، وهو من الشخصيات المحترمة جدا والمجتهدة جدا، وراجل يعني خبرة تقيلة يعني، ربنا يبارك له. فهسيب لكم برضو القناة بتاعته، تقدروا تتابعوها بحيث ان يعني المعلومة تعم وكله يستفاد. احنا الهدف في الاخر ايه، سواء انا او غيري، يعني نوحد الهدف ان احنا عايزين نرتقي ونعلي من مستوى المهندسين العرب عموما. يعني عشان احنا يعني احنا مثلا ايه بتبقى عندنا خبرات او حاجات احنا تعرضنا لها، فبنقول يعني من خلال الكورسات بنقول لكم خلي بالكم، دي تعملها كذا، الماسوره دي تتركب بالطريقه الفلانيه، حط دي قبل دي. وحتى في الكومبوزيت درونج زي ما هتشوفوا دلوقتي هتشوفوا حاجات تركات لازم تخيل يعني تخلي بالك منها وانت شغال. الخبرات دي انت لما بتاخد بالك منها خلاص المشاريع الجايه كلها بتلاقي الخسائر اقل، هدر الوقت اقل، المستوى ذات نفسه بتاع المهندسين بيعلى. فنقل المعرفة والعلم ده من الحاجات المهمة جدا واللي أنا مؤمن بيها وزمايلي يعني مؤمنين بيها. فإن شاء الله بإذن الله يعني إن شاء الله ربنا يتقبل هذا العمل بإذن الله والكل يستفاد بإذن الله. أسيبكم بقى إيه، مش هطول عليكم، وأسيبكم مع جزء من المحاضرة تتابعوه. وأي استفسار أنا تحت أمركم، رقم الواتس موجود. وأسيبكم بقى، يلا السلام عليكم. كيفية استخراج سيكشن، ازاي انا اعمل سيكشن للرسمة بتاعتي، وهل هو السيكشن ده معناه ان انا اعمل قطاع رأسي للمشروع بتاعي وخلاص على كده؟ الحقيقة الموضوع له ابعاد كتير جدا وموضوع مهم جدا جدا، وان شاء الله بإذن الله يعني كمان شوية هنتكلم يعني ايه اصلا سيكشن، وازاي اقدر قبل ما ابدأ ارسم سيكشن ايه الحاجات اللي انا اخد بالي منها في الكومبوزيت دروينج. بداية انا هبدأ يعني الموضوع بالترتيب كده، انا هرتب لك برضو دماغك الاول قبل ما تعمل سيكشن. اسهل حاجة اقول لك يلا بينا تعالى دلوقتي يلا نرسم سيكشن واقول لك الطريقة ازاي، ولكن تيجي تطلع سيكشن تطلع سيكشن كله فيه كلاشات او فيه حاجات مش مطابقة للكود او حتى لاصول الصنعة. يعني على سبيل المثال تلاقي اتريهات كهرباء في السكشن، كان في الهاي ليفل بالنسبه للبيزمنت تلاقي التريهات واطيه جدا، فوق منها بقى ماشي بقى كيعان وفيتنج ميه اللي هو ده كارثه بكل المقاييس. او مثلا تلاقي الكشافات على سبيل المثال تلاقيها متغطيه في وسط التريهات وفي وسط المواسير، فالكشاف مش محقق اللاكس او الاضاءه بتاعته ومش متوزعه بشكل متناسق. الحاجات دي كلها مهمه جدا، لازم افهمها كويس جدا قبل ما اعمل السكشن، عشان ما اعملش سكشن والاقي نفسي ايه عامل سكشن كله فضايح كله مشاكل. طيب الكلام اللي انا هقوله ده يعني ده حاجه اسمها جنرال كده، جنرال ليفل متعارف عليها، وهي بالخبره يعني الواحد الحمد لله اكتسبها فيها ازاي ترتيب الانظمه بتاعتك في السقف فوق، يعني ايه اللي يتحط قبل ايه. الحاجات دي كلها مهمه جدا تبقى انت عارفها وانت شغال. خلينا نتفق على كام نقطه الاول كده، يعني قبل ما نتعلم ازاي نرسم سيكشن
تعالى نشوف الأول ترتيب الأنظمة في السقف الساقط فوق عاملة إزاي. أول حاجة زي ما احنا اتكلمنا في لوحة في سيشن رقم 4 هاو تو كومبوزيت، إزاي تعمل كومبوزيت دروينج. هي إن شاء الله السيشن دي برضه مكملة للكومبوزيت، والسيكشن من ضمن يعني من ضمن عواميد الكومبوزيت دروينج، وده هنستكشفه مع بعض كمان شوية. خلينا نتفق على حاجة مبدئيا كده قبل ما تبدأ حتى في الجزء الخاص برسم الكومبوزيت وتجمع الرسومات بتاعتك. أول حاجة تعمل الشكل اللي أنا عامله ده، تقوم حاطط الفاير فايتنج في بلان لوحده، حلو الكلام، وعامله بلوك، يعني كل فاير فايتنج معمول بلوك كده ايه لوحده. وتقوم عامل الدرينج نفس الكلام، الدرينج معمول له بلوك لوحده، حلو الكلام، وعامل الاتش فاك نفس الكلام كله في بلوك ايه لوحده. وشغل الكهرباء طبعا انت مش هتعمل الكهرباء، هو مهندس الكهرباء هيعمله، ولكن انت دورك انك تحطه من ضمن الملفات بتاعة الكومبوزيت عندك، برضو تحطها في لوحة لوحدها. ولو عندك كولد ووتر زي في المشروع عندنا نفس الكلام هتحطه في بلان لوحده. بعد كده بتجمع كل البلانات دي فوق بعض وبيبقى اسمه كومبوزيت دروينج. طبعا لوحة زي ما انتوا شايفين بتبقى فيها تفاصيل كتير جدا، كلام كتير جدا في اللوحة. اللوحة فعلا بتبقى من أتقل اللوح، سواء في الحجم، سواء في الشغل، سواء في التنفيذ، سواء في الرسم. لوحة مهمة جدا جدا جدا. ما تخافش يعني، ما تتخضش، انت لو مشيت بالترتيب اللي بقولك عليه ده، كل سيستم تحطه في لوحة لوحده وتعمل له بلوك لوحده كده زي ما انا عامل، وبعد كده تسقط كل اللوح دي على بعض، الدنيا هتبقى اسهل. طيب هل انا ترتيب الشغل بتاعي، يعني انا دلوقتي رسمت كل سيستم لوحده، انت بتعمل ايه؟ بترسم كل سيستم لوحده على انه دبل لاين، وبتحط سايز فقط، ما بتحطش ليفل ابدا. هنا ما تحطش في لوحه منفصله، يعني بكلام كنت لسه بتحضر الكومبوز ده، ما تحطش ليفل. طبعا انا حطيت ليفل بعد ما عملت كوردينيشن، لكن انت ما تحطش ليفل خالص، يا دوب بس انت بتحط دبل لاين بس. وتيجي برضو نفس الكلام عند الدرينج، تحط دبل لاين بس، ما تحطش انفرت ليفل، ما تحطش. طبعا انفرت ليفل ده مشروح في كورس الاساسيات، يعني برضو الكورس هنا ماشي بالتوازي مع كورس الاساسيات، في كورس الاساسيات شارحين يعني انفرت ليفل وازاي بنحدده، تمام. ما تحطش انفرت ليفل في لوحه الكومبوزيت، يعني انت اللوحه تعملها دبل لاين بس، ويا دوب تحط سايز مقاس بس. نفس الكلام برضو في الاتش فاك، ونفس الكلام في الالكتريكال وورك، ونفس الكلام في الكولد ووتر. ليه ما بقولكش حط ليفل في اللوح دي؟ عشان بعد كده لما تيجي تسقطهم وتحطهم على بعض في الكومبوزيت دروينج، تبدأ انت تختار الليفل بتاعتك. لانك لو عملت العكس وحطيت الليفل في كل لوحة لوحدها وجيت تسقطهم هنا، هتلاقي الكلام كتير جدا والليفلات ضاربة في بعض. لا لا لا، ما تحطش الليفل، تحدده لما تسقط كل اللوحة في الكومبوزيت، بعد كده ابدأ حدد الليفل. هتقول لي الله، طب ما طبيعي جدا، ده انا هحط الرسومات فوق بعض هيبقى في كلاشات وهيبقى في مشاكل. لا، ما هو في نقطة انت لازم تاخد بالك منها كويس جدا، وانت بترسم قبل ما ترسم تطلع ورقة وقلم. ركز معايا بقى كويس جدا في النقطة دي، قبل ما ترسم تطلع ورقة وقلم، تكتب فيها كده، تكتب فيها كده بالظبط زي ما بقولك كده، يعني اكتب ورايا سنتر اوف بايب سي اوف بي بتاعت سنتر اوف بايب بتاعت الفاير بايب على ارتفاع 3 متر. انت بتبدأ تحط فروض من الاول كده، بتبدأ تحط فروض لليفل المواسير بتاعتك، سواء فاير سواء درينج، تبدأ تحسب الانفرت ليفل من اول كام، سواء اتش فاك، تبدأ تحط فروض مبدئية لليفلات السيستمز بتاعتك كلها، حلو الكلام، في ورقة وقلم كده على جنب. فتقول مثلا ان الصاج هعمله على 3 متر، الشيلد مثلا هعمله على 3 متر 300، وعندك الفاير على المين لاين على 3 متر، والبرانش طبعا البرانش معروف، انت بتاخد رقبة وزة 10 سم، يبقى انت عايز تزود 10 سم على 3 متر ارتفاع المين بايب، يبقى 3 متر 10، ده كده البرانش. وهكذا بتقعد تعمل فروض مبدئية وتكتبها في ورقة وقلم كده على جنب، وتيجي في الورقة والقلم دي تبدأ تبص تشوف ايه هي
الليفلات الارتفاعات اللي قريبة من بعض اللي وارد جدا يحصل كلاش منها بينها، وتعمل دايرة كده ايه كأنك ايه هتسبوت عليها، هتركز عليها وانت بتراجع الكومبوزيت دروينج. حلو كلام. طيب هتقولي معلش يعني يا باشمهندس ابراهيم انا مش عارف دلوقتي اصلا احدد ليفل كل سيستم ازاي، فانت عرفني ازاي اقول ده على 3 متر ده 4 متر، انا ازاي اصلا احدد الكلام ده؟ الموضوع بسيط جدا، بتجيب سيكشن للدور بتاعك زي عندنا هنا في البيزمنت مثلا، وبتبدا في السيكشن ده بتبدا تحط الليفلز بتاعتك المبدئيه. فانا جيت عند قلت مثلا خلينا في السيكشن ده، ده اوضح واقوى. قلت مثلا ان انا هعمل ماسوره المين بتاعت الفاير. انت كده بتعمل ايه؟ تجيب سيكشن مبدئي كده وبتبدا تحط كده ايه مواسيرك في السيكشن ده، بتجرب كده الشكل هيبقى عامل ازاي. انا بعلمك طريقه تفكير، مش بحل قدامك وانت ترسم ورايا، لان الكومبوز درونج ده بيحتاج، انا عن نفسي لوحه الكومبوز درونج اللي انا اعطيها لكم دي انا مخلصها في شهر، شهر 4 اسابيع 6 ايام 8 ساعات. طبعا عشان اعمل كورس بالعدد الساعات المهول ده مش صعب جدا تحقيقه طبعا، ولكن انا اقدر اعلمك ازاي تفكر ترسم كومبوزيت، المعايير اللي انت تاخد بالك منها. فتيجي مثلا تعمل سيكشن كده، طبعا احنا اتعلمنا في كونكريت دايمنشن ازاي نرسم كونكريت دايمنشن، في الموضوع بالنسبه لك مش صعب، لو السيكشن الانشائي او المعماري مش عامله انت ارسمه، انا ده رسمه بنفسي على فكره، واللوحه دي الحمد لله قدمتها واعتمدتها من اول مره الحمد لله بفضل الله. فبترسم انت، انا رسمت السيكشن ده رسمته بنفسي، وزي ما علمتكم في الجزء الخاص بالكونكريت دايمنشن بتعمله، رسمت السيكشن بتبدا بقى تحط الليفلز بتاعتك. فانت مثلا فرضت ان المين بايب بتاعت الفاير بايب، طبعا دي اختصارات الاف بي فاير بايب، دبليو بي ويست بايب، اف ام دي فورس مين درينج، خط الدرينج اللي جاي من طرمبات الغطسه اسمه اف ام فورس مين، الويست بايب ودي السويل بايب. فانا قلت ان المين فاير بايب هخليه على ارتفاع 3 متر، انا ده فرض من عندي، انا ممكن اوطى ازيد كله صح. يعني انا جيت كنت عايز اعمله على 3 متر، جه التيم ليدر بتاعي قال لي معلش يا ابراهيم ليه تخليه على 3 متر؟ خليه على 2 متر 90، انزل بالليفل تحت شويه. قلت له لا انا ليا وجهه نظر ان انا لو نزلت ده تحت شويه هعلي الشمعه بتاعه الحريق، يعني برانش هيبقى ارتفاعه عالي جدا لان انا محتاج اوصل ل 30 سم من السقف. دي كانت وجهه نظري، انا كنت شايف ان دي بالنسبه لي هتكلف مواسير كتير جدا وهيبقى شكلها مش حلو. هو كان بالنسبه له لا وجهه نظر ثانيه ان انا هقلل مثلا التقاطعات بين الكمر، فانا حاوطه بالمين لاين. كلها وجهات نظر وكلها صح، ولكن في الصح والاصح، في كل حاجه لها مميزات وعيوب. فاحنا هنا مش بقول لك طريقه تمشي عليها، يعني زي ما الكتاب بيقول، لا الموضوع فيه فليكسبيليتي وعلى حسب ظروف مشروعك. انت وارد جدا تكون بتعمل كومبوزيت درونج الحاجات اصلا اتنفذت، يعني حاجات اتنفذت وفي سيستم جديد دخل عليك عايز تركبه، وحصلت معانا قبل كده في مشاريع قبل كده، بعد ما خلصت المشروع يجي يقول لك معلش احنا عايزين نزود شبكه صرف جديده في البيزمنت، وانت اصلا كنت خلصت وركبت حاجات. فانت على حسب ظروف مشروعك انت بتبدا تفكر، فانا بعلمك طريقه التفكير. فهنا مثلا ده المين لاين بتاع الفاير بايب انا خليته على ارتفاع 3 متر، دي كانت وجهه نظري، وقلت ان انا هخلي الكابينت فاير، قلت بلاش اخليها تتقاطع مع اي كمر فوطيت الليفل بتاعها. دي وجهه نظري، ممكن واحد يقول لك تاني يقول لك لا ايه المشكله لما اخوش في الكمر وحفادي حاجات تانية، كل واحد بدماغه. دي كانت وجهه. طب حلو قوي، في يبقى كده واضح كده يا باشمهندس ابراهيم ان في حاجات انت ممكن فيها حريه ان حدد الليفل بتاعها، صح؟ اه في حاجات انت حر جدا في انك تحدد الليفل بتاعها. زي ايه؟ زي الفاير، زي الشيلد ووتر، الحاجات دي مرنه جدا سهله معاك انك تحدد الليفل بتاعها وتفترضها. في حاجات بتقيدك تقول لك لا انا لازم امشي على الليفل ده. زي ايه؟ زي الكيبل تري. ده كيبل تري، ده سيكشن الكيبل تري. دايما الكيبل تري، نصيحه مني، خلي الكيبل تري بتاعك هو متعارف عليه بيبقى السيكنس بتاعه حوالي 10 سم، خليه دايما المسافه ما بين بطن السقف، يعني السقف من تحت لحد وش الكيبل تري، المسافه دي كده
خليها من 15 ل 20 سنتي. انا مش فاكر كنت هنا عاملها كام، كنت عاملها 20 سنتي. ليه 20 سنتي؟ عشان الراجل وهو بينفذ يبدأ سهل جدا يدكك الكابلات بتاعته، 20 25 سنتي وهكذا. وخلي المسافة بين، لو انت عندك 2 تري تحت بعض ودي بتحصل ساعات بيبقى 2 لاير، خلي مسافة بينهم 30 سنتي، او خلي مهندس الكهرباء هو اللي يحدد لك المسافة قد ايه، لان هو عنده في الكود في مسافة محددة بين الاتنين تري. حلو الكلام. طيب، فاول حاجة نتعلمها ان الكيبل تري دايما اعلى حاجة في السقف، وما ينفعش يمشي فوق التريهات مية الا، ركز بقى معايا، لان انا هنا راسم اهو ماسورة مية اهي صرف ماشية فوق التري، الا لو الماسورة ستريت. يعني ايه ستريت؟ لو جينا بصينا في السكشن ده، السكشن ده هنا اهو، انا بس عشان مسحت اماكن السكشن، هو السكشن ده مكانه هنا، ده التري بتاعه هو ماشي بالعرض. حلو الكلام. والمواسير ماشيه ستريت كده، احتمال حدوث ليكج زيرو. ليه؟ لان المواسير دي ما فيهاش اي فيتنج او اي حاجه قابله او احتماليه للتسريب، فبالتالي انا عندي التريهات دي مش هيوصل لها ميه، لان كل المواسير ماشيه عدله. فدي متاح ومسموح وحلال جدا انك تمشي بمواسير فوق الترهات ما دام الماسوره ستريت. حلو الكلام. تمام، ده يبقى ده اول حاجه لازم تاخد بالك منها، الكيبل تري. تاني حاجه ودي مهمه جدا، اللايتنج فيكتشرز، مهم جدا جدا تبقى اوطى نقطه عندك في الهاي ليفل. طبعا انا عندي في المشروع هنا في حاجه اسمها كلير هايت، ودي اقل مسافه اقدر اشتغل عليها بالنسبه للانظمه الالكتروميكانيكيه، فانا الكشافات دي بتبقى اوطى نقطه، ما ينفعش تحت الكشاف يبقى في حاجه تعارض الاضاءه بتاعته، فالكشاف دايما بيبقى اوطى نقطه. فانا خليته على ارتفاع كمان، زودت 5 سنتي كمان فوق فوق الكلير هايت، فبقى 2 متر 250 مللي. يبقى دول الحاجتين الاساسيين اللي انت لازم تاخد بالك منهم جدا وانت شغال. قبل ما تشتغل دايما كده فضي لبتاع الكهرباء 30 50 سنتي فوق، وفضي له 5 10 سنتي تحت، اللي تحت ده للكيبل للكشافات، واللي فوق ده للكيبل تري. باقي الانظمه انت حر جدا تبدا تتحرك براحتك ومفيش اي مشكله. طبعا السبرينكلر مهم جدا، يبقى المسافه بينه وبين السقف ماكسيموم 30 سنتي، مينيموم 2.5 سنتي.